مع الاهلي السنه الجايه؟ انا سهل مش عارف كابتن طبعا، يعني انا قلت قبل كده ان انا هلعب في المكان اللي احس ان انا ليا فيه دور، ان احس ان انا ليا فيه دور ايجابي، فربنا يسهل ان شاء الله. شايف ان انت ليك في فرص في النادي الاهلي السنه الجايه زي السنه اللي فاتت واللي قبلها ولا بقت صعب؟ نعم يا كابتن. شايف فرصتك في النادي الاهلي زي السنه اللي فاتت واللي قبلها ولا بقت صعب؟ لا لسه ما اعتقدش ان انا حاسس ان انا ليا دور بشكل ايجابي، وان انا ربنا يسهل يعني، لو ما حسيتش ده اعتقد اني لازم اخد خطوه، لان انا في النهايه انا لعيب كره قدم، وانا كنت عارف يا كابتن يمكن كل الكلام اللي موجودين معاك عارفين شخصيتي ان انا راجل بحب ان انا اشارك وبحب ان انا ليا يكون دور فعال، لو ده هيبقى مش موجود فاعتقد اني من الافضل ان انا يعني اعتقد اني يعني كمان اتقبل حاجه زي كده، لان هم عارفين ان انا لازم يكون ليا دور، هم ليش دور يبقى اقعد ما احبش ان انا اكون موظف يعني. داخل مصر ام خارج مصر؟ والله يعني خلينا كده في الايام هي اللي هتوضح ان شاء الله باذن الله.